شكرا لك والاستاذه عماد رزق. اهلا وسهلا. لماذا دكتور شرف الدين روجت او اعلنت انك ستعتكف عن حضور جلسات الحكومه المقبله؟ نعم هذا الكلام صحيح، وانا لن ارضى ان اكون شاهد زور على اعتكاف الحكومه وتلكؤها عن تحمل المسؤوليه، خاصة في ملف حساس مثل ملف عودة النازحين. وكنا قد وعدنا من قبل رئيس الحكومة بآخر أيار، يعني من شهر ونص تقريبا وأكثر شوي، أنه رح يتم تشكيل لجنة وزارية بناء على توصية من مجلس النواب، بتشكل لجنة وزارية من أصحاب الاختصاص وبتقدم تقرير دوري في 3 شهور عن نتائج عملها. ولكن للأسف وعد رئيس الوزراء أنه بتشكل لجنة، وهذا كان موضوع أصروا عليه وزراء الثنائي الشيعي بأثناءه، صار أول اجتماع بعد منه وثاني اجتماع وبكرة في ثالث اجتماع، ولم يدرج بند تشكيل اللجنة الوزارية أو بند آخر كتير مهم هو إعادة تسيير القوافل، قوافل العودة بشكل منتظم ومحترم. نعم. لذلك أنا هددت بالاعتكاف طالما ما في برنامج عمل يتضمن هودي البندين اللي هن أساسيين اللي صلنا عم نطالب فيهم من 2.5 سنين، أنا لن أكون جاهز زور ولن أحضر مجلس الوزراء. هل تم التواصل معك من قبل الرئيس ميقاتي بعد إعلان اليوم عدد من الصحف بعد ما استصرحوك عن هذا الموضوع؟ تم التواصل معي قبل اجتماع الأسبوع الماضي ب5 دقائق، استغيبوني. نعم. فبيتصل في الأمين العام اللي أنا على صداقة متينة معه بيعاتبني، فجاوبته بكل وضوح نفس اللي جاوبتك إياه، لن أكون شاهد زور، بدي هودي على جدول أعمال، ما بدي شيء منهم من خارج جدول الأعمال، هذا موضوع مفصلي وحساس. وبيؤسفني إنه الوزراء اللي كانوا محمسين لهيدي اللجنة خلال الاجتماعين الأخيرين ما عدنا سمعنا صوتهم، وهذا بسجل عتب كبير عليهم. هل تقصد وزير الشؤون الاجتماعية؟ لا، أقصد وزراء الثنائي الشيعي اللي أصروا يكون في لجنة تطلع على سوريا، ينحط برنامج وما يكون محصور موضوع القوافل بوزير واحد، وأنا أثنيت على هذا الموضوع. بس للأسف لم تشكل اللجنة ولن تشكل مثل ما أنا شايف، ونبهت انه سابقا من 1.5 سنة انعمل لجنه وزاريه من 8 وزراء ومجلس الدفاع الاعلى والامن العام، ونام الملف 1.5 سنة، فما اخشى حتى لو تشكل لجنه انه ما تتكلف تطلع. ما الذي يمنع ان يتم تشكيل هذه اللجنه دكتور شرف الدين وان تذهب لان تتفاوض مع الحكومه السوريه، وكان اساسا سابقا يعني في زيارات لعدد من الوزراء وان كان بشكل متقطع خلال السنوات الماضيه؟ بدي الفت نظرك، انا وزير يمكن بحكي بقضايا لوجستيه بسيطه مثل مراكز الايواء واليه العوده ومشروع خطه تبعنا، بس في وزراء بدهم يحكوا مختصين بحمايه الحدود وتثبيت المعابر الشرعية والغير شرعية وضبطها، بدهم يحكوا بملف المساجين، بدهم يحكوا بملف المكتومين القيد، بدهم يحكوا بملفات كثير عديدة، بدها أصحاب اختصاص، بدها لجنة. عندك خدمة العلم، عندك أكثر من 200,000 مطلوبين لخدمة العلم، بدك وزير جريء يطلع على سوريا ما يخاف من عقوبات وما يخاف من أنه يتطفح بسوريا، لأنه هم مدين إيدهم للتعاون بكل الملفات حتى بموضوع رسوم الترانزيت الغالية. طب يعني شو اللي بيمنع؟ واحد بخاف من عقوبات، واحد ملتزم مع الـIMF، واحد عم يحلم يعمل رئيس وزارة ما بده يزعل الغرب. مين سميهم معاليك؟ من تقصد بالوزراء المعنيين؟ بقصد الوزراء المعنيين، بقصد أول شيء رئيس ميقاتي وجبيته هو يطلع، هذا موضوع مفصلي وتاريخي. هو خايف من العقوبات؟ يتخطى الخوف من العقوبات، هو استثماراته بالخارج، مكاتبه بالخارج، عنده شركات بالخارج، بده يتخطى عقدة الخوف لأنه في مصلحة وطنية هون. عندك نائب الرئيس ما بده يطلع، كمان عنده خوف. عندك وزير الداخلية وهم حاله انه يجي رئيس وزراء وبدوش يزعل الغرب،
وعندك وزراء اخرين متلكئين لانه في عندهم عقوبات مغناطيسية بخافوا منها، وللاسف كلها صارت قصص مصالح شخصيه. اغلبيتهم متماهين مع موقف الرئيس ميساتي، وانا بسجل عتب عليهم. انا لن اكون شاهد زور بهذه المرحله على هيك تصرف. عدم حضورك جلسات مجلس الوزراء سيؤثر على هذه الجلسات وعلى القرارات التي ستصدر عن الحكومه؟ هي مش خلافات، هيدي مطالب وطنية محقة. سألي أي مواطن اليوم، في إجماع وطني، حتى الأحزاب اللي كانت مع مجيء النازحين كلهم تراجعوا، بدهم عودة النازحين. هذا موضوع وجودي، موضوع خطير، موضوع وطني له أعباء اقتصادية وأمنية وبيئية. وشفنا الجرائم اللي صارت، كلهم تحمسوا وقت جريمة باسكال، بعد جمعتين ثلاثة كلهم رجعوا ناموا. نعم، هيدا ملف حيوي وحساس، وانا من خلال وسائل الاعلام المحترمه مثل حضرتكم برفع صوتي وبوصل نتيجه ان شاء الله. انا بدي اشكرك وزير المهاجرين في حكومه تصريف الاعمال الدكتور عصام شريف الدين على هذه المداخله.